بسم الله الرحمن الرحيم. جانا هذا الماطور، خلينا نشوف شنو العيب اللي فيه. اذا نلاحظ هنايا هاي البشاره شويه تقرب لنا بلا زحمه. شوف اكو فرق يعني ما صايره ويا مستوى الماطور، شويه قرب لنا بعد هاي الفتحه نشوفوه. هذا ما يصير، المفروض يصير متساوي ويا هذا المكان، ولهذا الماطور هذا ما يسحب. هسه راح نفتح البشاره ونشوف شنو المشكله، شلون نقدر نعرفها. هاي طريقه فتح البشاره، قدرنا نفسها. لاحظ البشاره البلاديه مالته، هذه البلاديه وهذه، شوف الفرق، اكو فرق بالمسافه. شو راح نعرفها؟ هنايا نجي نخليها هنايا بالماطور بالخنزيره هنايا. لاحظ جتي ترس ويا المكان مالته. نجي اللي كانت بيه، لاحظ الفرق. اذا هذا المي ما راح ينحصر، فدير بالكم من هاي الشغله. ما ندري هذا مصلح مسويها او هو ابو الماطور، ما نعرف. فهاي الشغله انتبهوا عليها، لانه ما راح يحصر عندكم المي. يعني مو بس تجيب بشاره وتخليها تنتبه لهالحاله. هسه راح نقعد هاي البشاره ونشوفها. هسه دا نشوف هنا يقرب لنا. شوف هسه هذا البشاره اجتي مضبوطه، مسح ويا هذا المكان. نجي شو نسوي؟ نجي نقعد الخنزيره. شوف حتى الخنزيره راح تقعد شويه براحتها. لاحظ دقه خفيفه صغيره وشد البراغي مالته، هذا كل ما في الامر. فحبينا ننوه على هاي الشغله، وشكرا لكم.